السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي فيديو لطلبة الصف الثالث الإعدادي، هنحل مع بعض أسئلة على الوحدة الأولى والتانية من كتاب جيم. يلا مع بعض نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. Choose the correct answer from A, B, C, D. The students usually stay in a youth A. برافو عليكم. يوث هوستل. يوث هوستل يعني نزل شباب، بيبقى أرخص من الفندق بنزل فيه when they visit the city، لما نكون رايحين نزور المدينة. رقم 2، نقط is an underwater activity، نشاط بيتم تحت الماء. احنا عارفين اللي فوق الماء اللي هو ايه، اللي هو الفيشنج، السيلينج، الويند سيرفينج. طب اللي تحت الماء الان ووتر او الاندر ووتر بيبقى زي الايه، السناركلينج. سناركلينج حضرتك بتبقى تحت سطح الماء وطالع انبوب من بقك خارج من الماء تقدر تتنفس عن طريقه. وين تورستس يبقى هنا ايه، سناركلينج. ماشي حبايبي. طيب وهنا كان في هوستل، يلا عشان نتابع سوا. When tourists want to know something about the country، عايزين يعرفوا حاجة عن البلد، they are visiting اللي هم بيزوروها، they go to the، طبعا بيروح على مركز الإرشاد السياحي على طول. I went to the police، بروح للبوليس ستيشن قسم الشرطة، to report that someone stole my car، عشان أبلغ عن سرقة سيارة. Not are good places to buy souvenirs. هنا souvenirs دي بجيبها منين؟ من البازارز. البازارز يا جماعة هي مجموعة من المحلات بشتري منها هدايا تذكاري. Number 6. A bazaar is a place. البازار مكان. Where you can go. بروح اعمل ايه هناك؟ shopping. When you travel to a place, don't forget to buy not to remember this place. انا عايز افتكر المكان ده، فانا على طول اروح اشتري ايه، souvenir. Tourists should not sun cream when it is very hot. يعني ايه يحط كريم واكل الشمس؟ wear sun cream. We should be nice to the not who come to our country. لازم نبقى كويسين مع مين؟ مع الفيزيتورز. برافو. مع الزوار اللي هيزوروا، سوري، مع الزوار اللي هيزوروا البلد بتاعتنا. It's a good idea to go wind surfing when it is لما يكون الجو عاصف، طبعا هيزق الامواج، وانا هقدر اعمل رياضة الويند سيرفينج اللي هي ركوب الامواج. It is not to say in a youth hostel. It is not to stay in a youth hostel. You want to pay much money. مش هتدفع فلوس كتير. يبقى it is a it is inexpensive. يعني مش غالي انك تنزل في نزل شباب. طب want هنا يا جماعة اللي هي اختصار ل will not. Everyone should follow their parents a advice. برافو عليك. advice اللي هي النصيحة. طيب هنا شوية أسئلة على الجرامر. بيقولك it is cold today. طبعا فاكرين قاعدة should و shouldn't مستعملها للنصيحة. طيب بيقولك هنا it is cold today، النهاردة الجو برد. when you go outside you not wear a coat. you should ولا shouldn't؟ you should wear a coat. يجب أن ترتدي معطف. you not take photos of people unless you ask them first. ما ينفعش تاخد صورة لناس قبل ما تستأذنهم الأول. يبقى unless هنا معناها ايه؟ if not، يعني إذا لم. number 3، you not walk too much in the sun. نمشي كتير في الشمس ونتحرق وجلدنا يبوظ. يبقى you shouldn't. you shouldn't definitely بعد should حبايبي you should على طول في هنا ايه، مصدر. يبقى you should try. You not spend much time watching TV. It is a waste of time. يبقى مشاهدة التلفاز مضيعة للإيه؟ للوقت. يبقى you shouldn't. Not see a doctor today. يبقى should إيه؟ should he. ليه بقى؟ لأن إحنا السؤال هنا عايزينه معناه هل يجب عليه أن؟ فطبعا he should و he was دي مش صيغة سؤال، ففضل عندي was he و should he. فاحنا هنختار should he عشان اللي هيقابلنا هنا اول حاجة ايه، مصدر. you not stay under the water for too long. ينفع تحت المية كتير؟ لا. يبقى you shouldn't.
You not ask the teacher for help. يطلب المساعدة if you don't understand the lesson. يبقى المفروض ان احنا نطلب المساعدة لو ايه مش فاهمين الدرس. That's a fantastic book. انه كتاب رائع لازم تقرأ. يبقى you ايه you should. طيب بعد كده I don't think you not go out so much when you have a test. يبقى انا ما افتكرش انك المفروض تخرج كتير لما يكون عندك يبقى I don't think you should go out. انس not get up earlier. يبقى انس you should. طب ليه حاطط كوما هنا؟ عشان ده مخاطب، معنى كده ان ده قدام. طب لو انس في الاخر هنا يبقى مخاطب برضو وقبله كوما. يبقى انس بعدين بعمل كوما اقول له you should. انا هنا ما ينفعش اختار ايه حاجه تانية، ما ينفعش اختار you should يا حبايبي. ليه؟ اتفقنا ان ده مخاطب يعني واقف قدامي، وكده كده انا هنصح حد واقف قدامي يعني. طيب بعد كده عندنا سؤال rewrite. بيقول rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. استعمل كلمات اللي بين الاقواس عشان تحافظ على المعنى او تدي نفس المعنى. Number one, I advise you to. هنيجي هنا حبايبي اول ما نلمح الحكايه دي تيجي هنا كده وتقوم عامل لي خط. بقى في عندك مصدر، حلو كده؟ مهم قوي انك تطلع المصدر فين في الجمله. يبقى I advise you to study hard for the final exam. مطلوب من حضرتك تستعمل should. يبقى انا هعمل ايه؟ هكتب should في الاول؟ لا، هكتب you should وبعدين ننزل study hard for the final exams. خلاص، يبقى يجب ان تذاكر جيدا للامتحان النهائي. number 2 I advise you to. هنيجي برضو هنا ونايه بالقلم كده ونعمل خط. فين المصدر؟ carry. استعمل should. يبقى you should، خلي بالك اللي بيفرق should عن I advise you to ان هنا في to انما بعد should ما فيش to، هنجيب المصدر على طول. you should carry your passport with you when you are traveling. number 3 my advice to you is to. نصيحتي ليك is to get up early. انك تصحى مبكرا. احنا عايزين نستعمل shouldn't. ده هنا انا فيها، بس انا هنا بقول له اصحى مبكرا. يبقى لازم نعمل اف استفاء. برافو عليك، ونغير استفاء. يبقى you shouldn't get up late. late you shouldn't get up late. يجب الا تستيقظ متاخرا. الجمله رقم 4 you should study your lessons carefully. you should فين المصدر يا حبايبي؟ اهو study. عايزين نستعمل advise. طبعا advise هنستعمل الصيغة اللي فوق دي I advise you to. يبقى هنشيل you وهنشيل should ونكتب هنا الجملة اللي فوق دي I advise you to، وكمل بقى I advise you to study your lessons carefully. الجملة اللي بعد كده should. It's a good idea for her to go to the tourist information center first. It's a good idea for her to. هنيجي برضو هنا يا جماعة بعد to ونقص الجمل. Go to the tourist information center. هنحط في الأول you should وهنشيل الجزء ده كده كله وهنكتب you should go to the tourist information center first. الجملة اللي بعد كده is it a good idea for him to. هنعمل ايه؟ هنعمل برضو خط هنا do a sport. فهنبدأ بشود. هو انا بنصح مين؟ بنصحه هو، لان هو قال لي هنا him. يبقى should he do a sport. should he do a sport. هنحل سؤال finish the following dialogue. هبة is talking to Sarah about buying souvenirs. بيتكلموا مع بعض عن شراء هدية تذكاري. فهبة بتقول اهلا يا ساره، هاو ار يو. هلو ساره، هاو ار يو. راحت ساره قالت هلو هبة، وبعدين قالت لها حاجه، سالتها سؤال، قالت لها ام جوينج تو دو سام شوبينج، سوف اقوم ببعض التسوق. راحت هبة قال لها وات دو يو وانت تو باي. حبايبي طبعا في الديالوج لازم يتقري كله عشان تعرف الموضوع بيدور عن ايه. محدش يسيب السطر اللي هو بالايه بالاسود دوت، محدش يسيبه.
علشان هو بيفهمك جزء من المحادثة. I'm going to do some shopping. What do you want to buy? طب انت عايزة تشتري ايه؟ قالت لها I want to buy souvenirs. وبعدين سألت سؤال قالت لها You can buy them from خان الخليل. Can you come with me? فطبعا قالت لها حاجة. هنا هلو سارة how are you؟ قالت لها أهلا يا هبة I am fine thank you. فهنا هنكتب ايه I am fine. طيب بعد كده السؤال سألتها سؤال تاني بتقول لها What are you going to do؟ ماذا سوف تفعلي؟ وتعملي ايه؟ قالت لها انا هقوم ببعض التسوق. ننزل تحت بتقول لها انت عايز تشتري ايه؟ قالت لها I want to buy souvenirs. وسألتها سؤال تاني فقالت لها تقدري تجيبيهم من خان الخليل. يبقى where can I buy them؟ where can I buy them؟ منين اقدر اشتريهم؟ قالت لها you can buy them from خان الخليل. can you come with me؟ قالت لها of course بالطبع. طيب اسماعيليه has a cheap youth. هنا هنختار youth ايه بقى؟ youth hostel دي حليناها كذا مرة. an art is an officer for people who catch thieves. بيقبضوا على الحرامية فين يا جماعة؟ في البوليس ستيشن. I can't try ما اقدرش اجرب ايه because it isn't windy. برضو هنا ما اقدرش اعمل الويند سيرفينج. pupils not study their lessons every day. يذكروا الدروس بتاعتهم كل يوم. يبقى التلاميذ should. Not is a market or a group of shops. هو مجموعة من المحلات أو سوق. يبقى مين؟ البازار. My mother uses a not to clean our dirty clothes. بتستعمل إيه؟ الواشنج ماشين. I advise you برضو في الري رايت بيقولك I advise you to نيجي بعد to نعمل خط. Should نحط هنا you should visit many. You had better eat healthy food. من الأفضل أن تأكل طعام صحي. استعمل if. يبقى you had better نيجي هنا ونقوم عاملين خط كده. طيب you had better معناها من الأفضل أن. طيب لو استعملت if فاكرة قاعدة if الحالة التانية؟ بيقول if I were you لو أنا كنت مكانك I would وراها المصدر I would eat healthy food. انا هاكل طعام صحي. يبقى if I were you I would eat healthy food. It is not a good idea to برضو نعمل هنا خط eat many sweets. يبقى انك تاكل حلويات كتير. يبقى هنا هنستعمل shouldn't. يبقى you shouldn't eat many sweets. بكده نبقى وصلنا لنهاية حل الأسئلة. طبعا في أسئلة تانية كتير على الوحدة الأولى إن شاء الله نكملها في فيديو تاني. أما الستوري هنعملها في فيديو منفصل. في جزء تاني إن شاء الله حبايبي للحلقة دي هنحل فيها ميني تيست من كتاب الورك بوك. وهنحل كمان بقية أسئلة يونت 2 ومعها كمان تيست من كتاب الوزارة. استنوني في بارت 2 من الفيديو. كانت معاكم فاطمة البنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.